إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وجوب التمسك قبص شر واجب نبذ بالعموم عموم لقبصه حتى يثبت إلى سقناه المخصص مثل وحصيصه. وجوب التمسك قبص شر واجب نبذ بالعموم عموم كلا قبصه حتى يثبت إلى سقناه المخصص دليل وحصيصه. وكمدي هاي وان كانوا من أنواع الاستصحاب. استصحاب كان عيالك يصنوع كم يدوي عموم هدو صورة ركتاب كيصنع وحواجب عموم كاس إنه عمل فلو لعقيد ديو عموم كيس الله باقي يلو إلى لهلو دليل مخصص وإفراد عامك وحكم إذا كسار حكم أصل كوا إن عمومك باقي يهي أصل كوا وين عمومك باقي هي. ذهب جمهور أهل العلم وحيكتغن إلى وجوب العمل عمل فلك واجب لمديس بالعام عام كاللو عمل فلو قبل البحث إنتان لبارن عن المخصص دليل وخصص دليل عام صو أروري قفك عالم كأه وحو الدليل شنع أصدقون خاص بارن أصل قواصف قفك عالم كأه لغا هدلا أغاد قفا النصوص تيبا وحورو كهين لغا ما هدلا. لكن قف عالم نصوص تقال بضان أوله نس عام أرقي دليل مخصص أوغي هين مجيرو كتوقف ما هو ما عام كان وكتشوغا إلا أن صو أغادو إن المخصص يريد ديما عام كوا أوكو دقما. لكن ما كهروه إيهي قف كاسدان لليهي قف نصوص تكوار قبا وقرآن كي يخين قف قرآن كي يحبك وان حال حديث عام تسكاليس ووكو دقما مركا وقف عالم النصوص تكورقبا. ذهب وحي كتك ان جمهور اهل العلم الى وجوب العمل عمل فلك واجب نمديس بالعامل لغو عمل فلو قبل البحث بارد دكار عن المخصص من قصص الله بارو لان اللفظ لفظيان موضوع وحي لو تجيل للعموم عمومك فيجب وحي واجب اعتقاد عمومه عمومك سئل العقيدية واجبه وكما يجب سيد واجب العمل ان لغو عمل فلو بالنص نسكبا نسك والدليل كالدلالة دي سقط عقطها نسك إن لغو عمل فلاسيدة واجب كوتها حتى يثبت إله سناد الدليل النسك الدليل نسك فكذلك صدا سوكالو يجب واجب يهي العمل عمل فلك بالعموم عمومك لغو عمل فلو حتى يثبت إله سناد الدليل الخصوصي خصوص دليل كيس. وهذا قول كان اختيار القاضي وقاضي دور شديس أبي يعلى وقال قوم من قوم وحي لذين قوم منهم قوم كاسب الخضاب وكمده لا يجب ما واجب عمله إنه عمل فلو بالعموم عموم حتى يبحث إلى أباره مستدلك فعلك يبحث ومستدلك قفك واحد دليشنا قفك الناس كان دليشنا حتى يبحث إلى أباره مستدلك عن المخصص متخصصة أو فلا يجد أسنهرين بدعوة شيئا 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 إن هذا الكاس أيرادين. وقال قوم منهم أبو الخضاب أيرادين هذا الكام بدعوة شيئا 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 أيان أيرادين أن التخصيص التخصيص كان محتمل وصورت قل فلا يجب العمل وعمل فل واجب ما بالعام عام كله عمل فلو مع هذا الاحتمال يضع احتمال تيرو يضع احتمال تيرو مركا واجب نقوم من عام كله عمل فلو وإن لبارا مخصص كان مركا قولو دي يهدين مخصص وإن لبارا أو حيسكو قرافين بارستا إلا قورما إلا قورما لبا قولي كلي ويكفي وحاكم فلان في البحث بارد أن يقلب إنو كقالب نقض على الظن مالها عدم المخصص مخصص إنو سيتشري قولا ساسي يهدين عيران عقاي بارا إلا وظن غالب جار إنا المخصص ترين إنو سيتشري أسواقه. وقال أبو بكر الباقلاني وهو يري وقاضي
لابد ولقى مرمان من القتل إن لجويه بعدم المخصص مخصص إنه سنتشرين ساسوي وقت إيوه ذن خارج حتى كم فلنا فان تبرت ذن خارج أذجرتو إن المخصص فيه كم عمل فلك في وحال الرب إن تبرت إن أذجرتو قطع إن المخصص فيه لكن قطع قلت في صدرك اللي جو جاري يسيء عدي ويحصل القطع وجوين تنواصاح سير عند وقاضي أكتيس بالتكرير النظري في رأي اللي جو إليه إيه واجتهار كلام الأئمة إمام يالك هذا الكورة إنه عام بحو على ذلك اللفظة يكون هذا اللفظة العام عام كا من غير أن يذكر أحدهم أيضا قف شيئين أحدكم منهم أئمة كاملة مخصصة قاطق وقوله قطع وإن أتجارت أنا مخصص شيئين وحادنا كو جاريسة كو أد إنه هو العريضو نس كان يميالو كسو أروري تابلو كسو أروري كو لابو علوماتي فوق هذا هذيك هو أهو الريدي إن الحديث كان مكيد دلشان ما آيات الله فكان عام كأدب هذا دو هذا متول بس كدر الشيء ممكن دلشان أيوة مت خصوص شيء جان لأرق وقطع إنسان خصوص كير هلا علماء طبعا كما قرصون عليه كسيلف في اسمه فوق فيه ولا يعني عموم كان ما قرأت أنا عموم يدلشتو هذا علماء دي كوردي يدلشدي مذهب والبفيري الحديث كفيري هذي عالم كي سوق طبعا عموم يدلشنه هل مت أو خصوص شيء جان لأرق وعام وأنا قطع مرخص ولا احتمال ما أدينا آت في رده وعي إلي والمختار قول كلا طرت قول الجمهور وقول كجمهور تا آه وحواجب عام كإنه عمل فلو قبل البحث عن المخصص كاسة واجبة لأن الأصل أصل كعدم المخصص وين المخصص جرين وما دام الظاهر ظاهر كمدد ودائم ككوية ظاهر كالمتبادل وكاسة ودقدقة من اللفظ هو العموم عموم انتو كوية ظاهر فالواجب شيء واجب كا العمل وإن لغو عمل فلا بالظاهر حتى يثبت إلى سنة المخصص التخصيص تخصيص كهذا المحل تعريف التخصيص تخصيص كتعريف كيس هذا المحل هو تخصيصك قصر العام وعام كإن لغو قابي على بعض أفراده أفراده سيقبل كميدا التعريف قابان موجز آدن أو عدام بضان تخصيص وحالة رادة عام كي أفراده تنكو دعيي إن أفراد تقيم كميدة لغو قابيو أولا رقيم تاسكو مجردو يقول كان سأسأل رع تخصيص وقاريالد لفظي عام كها لغو قاريالة أفراد دي سيقار كميدة لغو قاريالة بدليلنا لغو لا قاريالة لغو لا قابيو قصر كو تعلوج بدليلنا لغو لا قصر انتاسو تعريف كي لا سعطا هو قصر العام هو قصر العام على بعض أفراد بدليل سأسأل سعطا تعريف كي كميدة بدليل نحو إن الإنسان إنسان لما أنتس فيري الاستغراقية هالقرش الاستغراقية أيها القرش إن الإنسان إنسان لما أنتس لفي خسر قصار كسوين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر انت سوالك هيبقى قصار قصار دي مركا يي كوكوب ناطلقو كوبي إنسان كي لغا واي أفر تاسف إنسان كي لغا واي أفر تاسف آلوغو غاريا إنسان كي أفر تاسف لغا هيري دمان حكم كوا لغا سار الأدلة أدلة الله أدلة يخاص لغو قاسيسو بها أدلة العموم عموم أدلة لغو قاسيسو عموم تنقسم الأدلة أدلة واقع بسانتا الله أدلة يخاص لغو قاسيسو بها أدلة العموم وتسمى وحنا لغو مقعبا المخصصات كل قصيص يا لي هذا الدلالات إلى قسمين أيق سمتا تنقسم هذا كتعلج وجملة معترضة وتسمى المخصصة المعترضة إلى قسمين لرقة بعض أيق سمتا منفصل مخصص أو عام ككص عام ودليل قار مخصص عام كنا ودليل قار إياه ومتصل مثل لا بحرير اللفظ عام كما لا حرير أو اسكو دليل اسكو نص يبقى كتيرين المخصص المنفصل مخصص كي صعمي هذا محله وهو مخصص كمنفصل كما دليل وي يستقل لجوري بنفسي نفسه دي سدول العام عام ككسوكي او من لفظ لفظ او قرينة قرينة وهو اقسام وانا قيبه مخصص منفصل وحلولة شيدا ودليل مستقل او لفظ عام كدليل كوكوشير ماهن ملك لكوشير آيات هدو كوشير لفظ عام ك مخصص كان ميتلو كوتشيرا اما ايات كلو كوتشيرا حديث كان هذو لفظ كان عام كان حديث كوتشيرو
مخصص كان ملك لو كجيره هو مخصص منفصلا ما الدليل ويستقل لجوني بنفسه دون العام عام كسوكي او من لفظ من ملفوظ واخ لو دواقه او قرينتنا لفظ ملفوظ اللي او قرينتنا ما قرينا او هو اقسام وانا قيبه الاول كان ورى الحس والدرنك درنك وي الحس والدرنك فقد خصيص والقصيصي به بالحس درنك لو خصيصي قول إله قولك تعالى الله وصر إله أويري تدمر وحي باب إليسي دبايشي غير عدلو ألاقي كل شيء شيء دمانتيس كل داس عمومك بأمر ربها أي كوب باب إليسي كل شيء دي لأوا شيء دمانتيس أشياء دي وطمع سيوغلي وعن اللوكسوني دبايش عصم مبابين إركا لولكا بورها يعني حتى غير عد قلدي مؤمنين تما بابين حيلو يحي حسيقا لغو خاصيصا يو كل داس انان عير يبورا كوشيرين حسيقا كتو صادا وابا كان بحد اشتاد باكو عرق تابا صادح قولي كاقبان علماء دمك آيات داس كهاد لايا قولوا قول كاس قول كالباتو حيلو يحي ميكا كوباد با كل شيء وعام يراد به الخصوص عام ويا لكن خصوص اللو رجي دا وميكا كوباد بوحا اللو رجي دا با خير عاد كفردودي بس قالوا لك هذا كل شيء لفظه عام وي لكن معناه ما انت اللي ادك سنه خاص قولك صدق هذا هو عطان بدن و هو يهي ايات لو ما قصصين حسي ما راهين ما كره عام يراد بالخصوص وها لو قصصي بامر ربها وقال لك قيد تدمر وي باب انيسي كل شيء شيء دمانتيس بامر ربها اي كوباب اني ربينو ام harabi wuxuu amrayna gaalada bisay ahaayay hal xabo makayda makayda maye qowl iska caamada quraafiyintu sheegana jiraan asagu meesha ku jirin oo ah kullu umumba ma faa'ideed qowlkaas taa qowl jira qowl culimaan ma wa war caamo un dad ha dad inta un saat wax u riixda qofkan saat u riixda un maskaxda inta looga fakaray iskaga soo dhacay way ee qowl cilmi iyo qowl culimaan ma kullu umumba faa'ideed وكيري اذ الى واحد تاي السماء السماء يا والارض لم تدمر دبيش مد بين لقرينه الحس درانك على مد سنه متوس الثاني العقل عقلك وقد خص والقصص به بالعقل عقلك لو خصص قوله الى قوله قول ما فاعل وقد خص والقصص به عقلك لو خصص قوله الى قوله تعالى الى واسر الى يري الله الله خارق كل شيء شيء كثوابتك أبوري عقلك خصيصي فقد دل العقل عقلك وغطسي على أنه الله تعالى واسر إياه لا يتناوله غير ما ذلك لفظك أو كله كل داس لفظك كله أصلاحان وعام لكن ذا تدع لإني سنكوشين عقلك الدريمة صلابتو أحد أصبح اسم أبور الله هو خارق ما دي اكرتو انو شيء اسوي صابون ام خلق من غير شيء ام هم الخالقون ورقالده وحيل لو خجيتمد وايغا ميا اس ابوري مس ايون اتنا ابورين ايا وحجرا اي نقدين لبدوا ما دي اكرتو الا شيء انت لا ابوري وا عدم عدم صانع من نقكر ميا مركا عقلغا وحا لو فهمنا مركا لا كل شيء الله ابوري شيء غاس ان داتب الله كجيرين لفظغانا الله خالق كل شيء لا با قول العلماء كقبان قول وقول كاس قولك كلا تنوعه يهي مركه كوبات با لفظان وعام يراد بالخصوص وعام او ذات علنا شيء والله استعماله او شيء مبت لفظه سو كدعه قل اي شيء اكبر شهاده تنفير شيء ما قاتيه وين قل الله عليه شيء القران شيء مرقاتي وين هو الله شيء مركا ان حد لو رجهده موجود وا كدعه او وا لو ادلاقاداته اله موجود مركا لو رجهده وح موجود الا ذاته الا هو موجود مركا وا لو ادلاقا حدي موجود لو رجهده مركا ايه دلبداس قولها كو جيرتا قول سدا اصلي او عقلغا خصيصي عقلغانا وا لو فهمي كرا سببته اه شيغا انت لا ابوري وا معدوم معدومنا ما نوقو كرا ساني ما نوقو
سيسترتيدا الله سغو موجود اها وحو ابوري وا وخي كسوهري ماسي والله العلم قال انا مركه كوباد بحي رادين الله خالق كل شيء وعامل يراد به الخصوص لفظه عام هذا كل شيء لكن خصوصا لوجد مخلوق لوجد اذا تتعلم مركه رب لو لمجيد الثالث متى صدح يا النص ونص او خصيصا نص نص وايه يا حديث وهو الناس كين انواع ونوعيال تخصيص الكتاب كتاب لا خصيصه بالكتاب كتاب لو خصيصه ايات ايا وخصيص سيده لفظ قال خصيص عام كان وايات كره نحو ولا تنكح المشركات ولا تنكحوها غورسنين المشركات دمك غالبه غورسنين المشركات مركه اشو استغراقي دمان مشركات كغورسنين اما اشو وموصوله موصوله ديتنا وعام المشرك واسم فاعل مركه المشركات اشو كجرت وموصوله ايضا اشو موصوله عن عموم الفايدين الا موصول كرام عموم فايدين قربها مشركات كغورسنين خصا ولا خصيص بقوله والمحصنات دو مركه دورسن والين حلاليه دمر كاسو من الذين كميد هادين او طول كتابه كتاب كلسي من قبل كودي كورتين دمر كاوسان داي زانيغتا اسلا وريغتا حلال كوما ان غبدا يهودا يا غبدا كريستان لكن طوا كدورسان احمان تكدورسان يهودا نصارى والاينين حلالين وانا مشركين شركي كوي ميا جيرا عزير ابن الله اما مسيح ابن الله ام مشركين وايه لكن والله قصص ب تخصيص او معرفه كتاب الا قصصه بسنه الوقصصه ما انت عامك وايات وحو خاصسا وحديث كقول تعالى يوصيكم الله الله وحنين دردار ما في اولادك عروتين اولادكم وعام وجمع او معرفه الله اضافي وعام اولادنا ضمن وحنين دردار ما يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين مد كستولات وعرورتا قشين كمد labaad dadig nasiib koodu qaadana qowlkaas oo ashaamiri ka qowliya laga sifeyna qowlkaas alle qowlka alle ashaamiri oo shamlina lil waladil kaafiri arur gaal ah iyo wal muslim arur muslim ba shamlina hadii la yiri fi awlaadikum arura man ay soo gali faqad khusa wala khasisay bi hadithi sahihayn حديث كصحيح او النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم مسلم ما دخل الكافر قال ولا الكافر قالنا ما دخل المسلم مركا عرورتا كو غالدا كو دخل مايان في اولادكم عموم كاس ولا غساري ولا غساري في اولادكم جيب تخصيص السنه السنه الا خصيص بالكتاب لو خصيص لفظ عام كا وحديث لفظك مخصص كأو خصيص أنا وقرآن كتخصيص حديث صحيحين حديثك صحيحين كخصيص دل خصيصه كلا حديثك أصلا النبي يقول لا يقبل الله الله ما أقبله صلاة أحدكم قف إن كمل صلاة ديس إذا أحدث هذه ويسد كتبته حتى يتوضأ إلى ويسقاته لا يقبل الله صلاة أحدكم قف إن كمل أحد ومفرد المضاف الى معرفة يعم ما اقبل حكينا حديثك وقف ويسا كتبي ان صلاة لك اقبل ان هدوسا ويسا قادة ساسكين بقول الله قولك يسال وقصيصي فلم تجدوا ماء هدادنا بيهلين فتيمموا قب قبيست مارك آيات وحي عدين وقف ويسا كتبي ان ويسا قادة انت تكرا صلاة انا وانصحي ويسد وكا تشرتي من ويسقام هذا عي ابي وادو وي وكا صارت عموم كي حديثك ايضا انا كسرت هذا غير كرت marka ina tirado dadka kento tira e hadith tayammum ka sheegay ila jirta marka aad leedahay hadith kan waxa qasisay ayad ma tiradi hadith kan ahadith ta kala qasistay oo sheegay in gabgabaysiga lagu tuka karo taasu ka jawaabay iskaalka hawo te ayada qasistay ما ترى الحديث فقصصتي وكليه آيات دع سهر دكتي أحاديث تدبيري مركا حديث تمدام أي دبيري كو آيات فقصصتي مركا سهوه كويري وقد وردت سنة حديث وقصة أرارت بيت تيامومي قبقبيسي
لكن بعد نزول الآية كسر آية مركي سودك تكد دال تخصيص سنة سنة إلا خصيصة بسنة سنة لغو خصيصة لفظك عام كهو حديث لفظك مخصص كان هو حديث كتخصيص حديثي صحيحين حديثك صحيحين كإلا خصيصة كلا في ملديك ماذا سموصولا أموم كالكاس كجيرا في ملديك لما أنت سقط سنة وسنة أي ورابدي العشر أهاري والله وحي الرابين تدعي كصوب حي بضر طبعا ميوات ميلا لغا هذا waxay soo galaya wixii yah oo shan wasqi ka yah iyo wixii ka badan iyo wixii shan wasqi ah kul kala qaad mal kala qaad mal bi hadithi sahihayn ya lagu qasisay laysa ma'han fi milladiki duna khamsati aw suqin shan wasqi ka hooseeya sadaqatun wahsaka hadith kan marka muxuu ka raray umumki wax alla wixii shan wasqi ka hooseeya muxuu ku gaabi xukunki شان واسقي يوحي كاكوري وكو غابي هادي اوغو لفدقان واخاص مكو ليه مرافكا قولو حادي اكارتا لفدقو واعامن باعتبارين خاص باعتبار هادا فيري لفدقان واحكو قاسيسينا واعامن باعتبار لين عدد كافر دو عام وخاص باعتبارين اخر لين عدد كافر دو عام فيري ليس معني في من لديكي ماذا هو موصولة واعام دون خمسة تأوسوغن شان واسقي كهوسي wa khaaso shan wasqi wixii ka soo kaliyo ka hadla hadii fiiri duuna khamsa ta usun taas taqsiis ku duusay marka hadiidkan dhinac waa caan oo shan wasqi wixii ka soo dhan waa ku dhac waxa soo tiraan hal leeg kaba ah shan wasqi wixii ka soo dhan waa ku dhac waxa weyn lixdan saac boqol saac boqol iyo konton saac toban saac laba boqol saac laba boqol iyo konton saac laba boqol siddeetan shan saac wixii shan wasqi ka soo yeedhan waa ku dhac waana khaaso shan wasqi wixii ka soo yeedhan iyo kaabo marka marar badan ma taasan waa muhiim waa inta soo kitabku kitab iska gaaban yahay waxa weyn alfaad badan oo khaasnimo lagu gu keenay fahan oo lagu leeyahay waxa lagu qasisa marax iyaga la jeed caami laakiin in ay khaas tahay hadan marka lafdigu dhinac caam ka noqono marka mararka kutuba waaweyn aan lagu tagi doono insha Allah wiye alfaad waa kala caamsan lafdi waxa jira wax ka caamsan ma aan leeyahay ama qadama la gaaray wax ka hoos baxay la arag ha ha marka sidaasna waa jirta waqad nazaha waxa ka dooday bacd ahli ilmi fi jawaas taqsiis mutawatir mutawatir in la khasisa bananaashadeeda mutawatir kaas oo min kitab kitab hada oo sunnah sunnah hada bi khabar al ahad lagu khasiso mutawatir oo ayat quraan quraan ka dhamaato mutawatir iyo hadith mutawatira ma lagu khasisi kara khabar al ahad qaala ka doodeen bidacwa sheegasho ay sheeganayaan uga doodeen annahu khabarul ahad ki dhanniyun wa mid dhanni lursbi hadithka oo ahadka waa dhann waa dhanni thubut ba inuu nabiga ka sugan yahay waa dhanni qaliga dhanni wa hadithka ma waa bukhari muslim ku yalla turab xanu wala ma dhanni wa xanu la ma hay midalan hadith kan hadith ina ma la amal bi niyad wa fard waliba wa gariib soma هل تابعية وري او ثقة سماها تابعية ان ثقة بقى بقولك ساقاشني ساقال واحد كو كرسوان ماها انو صادقية عدلية حفظي سنقوية وابا مدى كان تحديث انو عمر فضل لكن ما دي كرنا ومستحيل انو قفة ما دي كرنا ما دي كرنا مركز حاك اللازمة عصمة العلماء inaan ila noo macsuum aka laazimi ila magafi waayo waan nabi soomaalida magafi waa ilaahi ila ha marka ilaahi magafi waa fiican yahay laakin nabi galatiis misalka kuma gafo diiniga ha nabi waa macsuum hataa marka tiraahdo saxaabigan ama taariikh waa hal qof waa mustahil inuu been sheego macnaheedu waa macsuum waa taasna faafidada madhabku diyaad qaba faafidada waxay qabaan ismatul a'imma ay qabaan أما أهل السنة وحي قبان اسمة الأنبياء نبيالك معصوم ساسا كنتي مكة قطعك إلي قدهي أولي رواضني غالب وانا واجب الغنق مان مكة فيري ماشاس بعد كان وحي ليهين متواتر أصدق وقطع والسلو قولي وقطع الثبوت إنو سبين أحد كنا وظني الثبوت إنو سبين وظني غالب وحي ليهين
دليل عام هدو صارور متواتره وقطع حكمكاس انو سيداس يحي مد او ظن اه ساد او رف انو او سوريني جوابتا لغا جوابا يفضيت كيدا فيري وحالا ليه يحي وحا قطع اغا وثبوتك آيات دانو انو سوغانتها او الهي سودي چي انا حديث كان مادكا كي سوغين لكن فيري هدو لفظي عام يحي فرد والبا انو حكمكا كتيرا قطع ماهن او ظن حالا عموم كسي سبب وظاهر ماهن نص مرك لفظ إن عام الصلاة أروره فرد والبعير الحكم ككتيرة وظاه قطع ما هاي حتى قطع حاله هذا النص على ما بلغ قصيصين بقصيص ما أقبلهم شيء عاده بتون الحكم ككتيرة مي على قص على كره بات قطعه ما هي سأسترتيه وحلا ليه هي وح قطع جوا ثبوت لكن دلالته وظني خبر لا حاس مرك هبدي لجو قصيصه وظني فإذا ظني يا ظني لجو سوري ظني aya van lugu suuriyay alale ila waxa la suurinaya ma han noqtay hadiiska asalhaantisa inuu suugnaaday ama aayatu asalhaan suugnaatay ma wax la suurinay moqtay dalaladi afraad iyo fardi kamid la yuqoon kuma jiro taasna awl ba inuu ku jiro qani marka qani ya waxa lugu suuriyay qani kale ee qati lama suurin oo qani lugu ma suuri waqad nazaa ba'd ahli alilm alilm gaal kamida ka toodan fi jawaas taqsiis mutawatir متواتر لخصيصتي سبنانا شديدة متواتر من كتاب كتاب حق إسكاهده وصنة بخبر الأحاد نلغو خصيصه بدأوا شاكشا وبعدكو شاكنا إنه خبر الأحاد ظني ومتملا له نسبه فلا يرفع مكر يلكرو بعض أفراد القطعي قطع أفراد ديسة قبل كميدة ماركوها ضعيف وركاس تواتر كعام كدلالة حق إذا وأفراد تصوى ظني قطع ما والحق حق وغير الجواز البنائي وخبر الأحاد لغو تخصيصي كرو عام يعني عام كلا خصيصه وخبر الأحاد لغو خصيصه لقول تعالى ودليله إلى أولي وأنزلنا وأنسود جيني إليك حقا الذكر قرآنك لتبين إن أدعضي ذا درتي ذا نسود جيني لناس ذاتك وعضي ذا ما دينك إن أدعضي ذا نزيل إليه من نسود جيني مركا في الحديث النبي إلي قرآنك عضي ذا إلهي حكمة ذا نسود جيني حكمات دي النبي القرآن كان لوجود تجيء على واحد تاني النبي وحديث إنه قعدين حديثه وعي بديه أحد والتخصيص والتخصيص كبيان وعبين لأن زع سيدو تبين هذا اسمه كسوق جلة تخصيص كي وسوق جلة أيضا معنيه ده تبين كنبي وحدين التخصيص كامل كمان زع سيدو ضاضي بعض أهل العلم أهل العلم قبل كم ده في جواز التخصيص السنة السنة إلا خصيصة بنانا شديدة بالكتاب كتاب لغو خصيصه ما بنان يهي وحال خصيصة أيضا السنة إن كتاب لغو خصيصه أولا إذا آيات أنا خصيصة إذا قارك الضوضين محتاجا حال بعد حجيسنا بأنه تخصيص كاس مناقض وحكار إمانا لقول تعالى محتاجا بعد كاس حال حجيسنا يضوضي بأنه تخصيص كاس مناقض وحكار إمانا لقول إلهي قول كيسان وإلى أولى وأنزلنا وأنسود جيني إليك حقا الذكر القرآن اللي تبين إن ضوح ضيد الدلالة للناس ضدك ما دينك نزيل اللي سود جيني حق ودل سود جيني آيتان وحي شيغي ما بيغا حديث تانك قو عديو وحي رادان هدات راهدان حديث العديي وحانا عديي آيات وحي نقول إن قرآنك هو عديو حديث العدي آيتان وحان كيف أني وحان العدينا وقرآنك حديث لو حطينا ساي سيره هذه سيداس اي يره هذه وحي يره هذه فقد جعل اله وحو كدغي السنه السنه هي المبينه متى عدينا للكتاب ساس ويره ما كان عليه وامح وتخصيص السنه بالكتاب عكس ما ذكر الله ساس انت سنك دري وتخصيص السنه بالكتاب هذه مركز سنة أيدي اللي قصيصه كتاب لغو قصيصه عكس ما ذكره الله ويح الله شيء عكس جدوى ويح الله شيء عكس جدوى ووحي نقايدا إن لقد لقى قرآنك مت كأساق السنة عدينا وإن قرآنك لقد لقى مت كأساق عدينا سنة مركز وحا وإن وتخصيص السنة بالكتاب عكس ما ذكره الله شو هو والحق حق وهو يهي جوازه تخصيص السنة بالكتاب وإنه بنائي تخصيص السنة بالكتاب إنه بنائي حقية
والحق حق وحي الجواز إنه بنايا لقوله تعالى ودليل ونزلنا ونسودجنا عليك كركا الكتاب كتابك تبيانا عدين لكل شيء وأول بالعدين شيء صنع لي سوء قريمة ها صنع لك عدين كتاب وقال الله يسودج ها الله يسودج آيات ظهر فيرية إن صنع وعدينه أو أي كتاب عديني شيء آيات ظهر لكن آيات ظهر مية شيء إن كتاب أصوح عديك ما يصير شيء وأي كأمست آيات ده صورة إن كتابك وحده وأي كأمست أي وحي كهذا شيء إن صنع وحده آيات كلا الله هي عدين كتابك أصوح وحده والله هي مركا كلية غاية أقول وإن آيات ظهر شيء كتابك وحده إن تاسوي وح آيات ظهر لك قادم كمان نازع سيدو أمور ما بعض ظاهرية ظاهرية قبل كون في تخصيص الكتاب كتاب اللي هو خصيصه بالكتاب ها بعض ظاهرية يقول سيف وقادين وحير هذا كتاب لما خصيصه كارو كتاب لما خصيصه هذا آيات خصيصه دون الحديث كانت حديثة وحدية ها معير آيات هاي نايرا أنك ظاهرية نليرا آيات ده ظاهر كده كده قلنا هاي آيات ده وحي كاتلك تاوحة وحدية سنضي ها مركب كتابا حتى كتاب العدية من لي كمان نازع سيده وقطه بعض ظاهرية في تخصيص الكتاب كتاب اللي هو خصيصه بالكتاب بدعوة شيغشة وشيغانا وقطه أن تخصيصه بيان واحدين وهو بيان كنا لا يكون ما هذا إلا بسنة ما هاني لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليه والحق حق جواسه وإن بنا إياه تخصيص الكتاب بالكتاب معايا اللي عمل بيان عدين بالكتاب وحلو عدين الله يقل كما يرى عن البيان عدين بسنة وحلو عدين القرآن كسنة وحدينا وناشر، إن القرآن كحدينا وناشر، لماذا وناشر؟ ولذا سنة إن القرآن كحدينا إذا آيات سوشكت، لكن القرآن كآيات كالحشكت، القرآن كشيء غير وحدينا، سنة وحدينا، وحدينا وحدينا، إلا شيء قص سنة سوقي، مارك الله في قص عام كالودي. الرابع الإجماع. فقد خص والله خصيص عموم قوله النبي قول كيس عموم كيس صلى الله عليه وسلم أو يري إن الماء بيوه طهور ومطوح ظاهرة لا ينجس شيء شينا من نجاسه شيء نجاسه مجره بالإجماع يلو خصيص أو شيء نجاسه يجره بالإجماع إجماع اللو إجماع على نجاسة الماء بيها إلى النجاسة سيهين الذي بيها تغير أو اسبدل لونه مدب كيس أو ضعم ودن كيس أو ريح وكر كيس بالنجاسة بسبب النجاسة أو سكوب بدلي بيهدي النجاسة كل عضو أو أما ميلب كيس بدلو أما بدن كيس بدلو أما أور كيس بدلو إلى النجاسة بين أو شيء كل عين نجاسة وإجماع حديث كاسمك وعلى غير خيبة إنتاس بيه شيء النجاسة أو كل عين أو غيري بيه سنة النجاسة بين أو شيء كل عين نجاسة أصغر بالنجاسة نجاسة سير تدنا سلب بدلي نجاسة سوى حدثت كل عدي فيه في الماء الخامس القياس قياس وخصيصة كقوله تعالى إلى وقول الزانية قبل الزاني قد دائية والزاني نينك زانيك فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلد الزانية واسم فاعل والزاني واسم فاعل عموما فايدين العشاء كل شرطان موصولة ما هن استقراقية لكن موصوليين بضانو إيه وعركة لكن استقراقية ما هن وموصولة لكن استقراقية دي واحد يسكلم من حق عموم أو لما ضبط عموم الفائدين أيه آيات أصبح الشيء إنك استوى زاني كي يقبرك استوى زاني كذا إن بقول كرباش لو قلت إن بقول كرباش لو قلت فقد خص والله خصيص عموم الزاني يقبر الزاني كذا عموم كذي بالنص آيات الله خصيص كله وهو النص كاس قوله وإلى قولك استعلى إلى واصر إلى أويري فإن أتينا حتى الدمر كي الضامض أهلي مادان فإن أتينا بفاحشة زنا حتى لي مادان فعليهن كركو ضوحة هذا النصف ما شيء بركيز على المحصنات دمرك حرطة كركو ضوحة هذا ومن العذاب عقاب عقابك قبلها حرطة كركو ضوحة صارنا بركيز على صارة بقولها صارنا قبلها حرطة كلابر كنتنا قبلها الضونة الغرفانة آيات ده سمرك فيري الزانية قبل الضونة هي قبل حرة كل وسلسة وقالها يسوى ماها آيات ده سكرا كرح يفتي قبلها الضونة لها او كو غاري شيء الزانيه تو زاني في جلد كل واحد قطعها حرتا كاريه كو غاريش هي والزاني لفظه سوا عام من حرى من اظن لو بده يسلسو غلاي من حرى يعني اظن لو بده يسلسو غلاي وا لغا ساري نيكي اظن كها قالوغا ساري قياسا على الامن
ما دام قبر دي أبونت إلهي نسجريي إن واحد يقول فانا كنت عيتهاي منك أبون كان والله من حيري إلا هو واحد ها الرق ها إلا هو واحد والحكم يدور مع العلة إلا دي واحدة ونفي الفارق علي يلبه وحفق يوم الحي ولا هو الرق يرق وخص والله قصصوك إلى العبد أبونك من عموم الزاني الزاني عموم كذا لقى قصص بالقياس قياس لو قياسنا على الأمة أبونتا فيحد واحد لحدا خمسين كنتم إذ إلا ذو واحد لا فرق وحفق يا معهن بين العبد والأمة معناها فرق أو مؤثرة متشروي فرق مؤثرة متشو فرق مؤثرة معايا لي ذكورة يا أنوثة مركل لتشوغو أبواب بضان أو أبابك إتقيق إيا مركل لتشوغو إيو ذكورة يا أنوثة ودرد مركز مؤثر ما هذا التناوك لمركة واسكت درد ما أنت ذكورة والكا مؤثر معها فرق مؤثرة معها ذكورة waxa kamid xuduud marka xuduud la joogo waxa weeyaan qofkan way sinaysay qofkan qamru cabay qofkan mu'affir ma aha dukurad iyo unufad waa dard mu'affir ma aha wasf mu'affir hun ka saameeya oo wax lagu kala faqiyo ma ha baab al hudud id ilaad waxay tahay farqa wax farqi ma aha in bayna al abd adonka ya wal amata adonta bi tanqih al manat marka ilaada la kala shan bayo ilada keenayde ilada keenayde hukumka marka la kala shan bayo farqi mu'athira uma dhaxay as-sadis mafhum al-muwafaqa wa hala wa qasisa wa hakama mafhum al-muwafaqa faqad khussa wa la qasisa umum qawlihi nabiga qawlkiisa umumkiisa sallallahu alayhi wasallam nabiga u yiri la yul wajidi qofka heraya wuxuu deynka iskaga bixiya meermeerinta uu meermeerina qofki deynta ku laha ظلم وكرده الواجد كاس عامة وأشعص موصولة لي الواجد قف كهلية وعدينك إسكاقات بحية مرمرين تقو مرمرين الظلم وكرده ظلم كاسو يحلو حلالينا إرضا وشرفتي سيما حلقا الشيخ قول إلا قف كدينا كل أيوان إسيدين إيه وعدومة وليب إلا حيرو تقابيك اللقو دعوي تي قف هيري كردينك أوكو مرمريو وحو كاقاتيك اللبا شي حلال إنا تشيخ كطوري كرت دينا كل أيوان إسيدين ما هو تو وخائن وشيطان وإبليس إسكا عايق ارتمان واحد كون شيئا يدن ديغان وكاقلا وحو كلا حلالينا إنا بدعويك وطلع حركر ما دامو هركر وحو كون بحيب الدين توعد دالت فيري كان هركر إنها لغا سبتا إليه وإن كان ذو حسرة فنظيرة إلى ما يصار كي هركر إنها إسكاد هي وظلمي إنو بحيد دي ده وعد للدين مركا لفقه سوى عام لكن فيري واجدك oo ku mirmirina aabaha soo gali kara iyo hooyada aabaha deyn ka qaatay way heli kara aabo deynkiisi bari soo laabo wuxuu banaynaa inaad tiro ogaan si xun buu ila dhaqmay ama aad inta qaadig u tagta xirto maya ku banayma umumkaas maxaa looga saar ilaa way lafdiga ku jiraa mafhum al muwafaqada ayda bi mafhum al muwafaqati fi qawli ta'ala fala taqulha kulli allahumma labada walid ufin xumaan ولما قال لا يراد اوف الحمار على ليه قال واحد يراد اوف اوف دي لا ديدي الا خيره كو ها فق من باب الاولى اني سن بنانه اني سن بنانه ولا تنهرهما حنان فلا يجوز ما بنان حبس والد والد ان لخيره اذا ما طال مره او ميرميريو ولد حروركيس الصاغ دليلك الطبيعيه مفهوم موافقه فقد خص وعلق سس العموم قوله نبي قولكيس عمومكي صلى الله عليه وسلم او يري في 40 شاطن شاطن في كل 40 شاطن شوايات اني جيرتيان رجينا تاس اني هاد انو كينو حير هدا في 40 شاطن عموم كوميتو ما كوجير اطلاقا كوجير فرقيانا ودخيه مطلق اي عام لكن في كل 40 لفظ ساسه انو جيري او عموم كوجيرو سداسان ملينيا والله اعلم ان شاء الله انا فيرين ري ما حسوسان ان marka hadaan soo xasuusto faafiri doona lafdi sidaas xadiiska riwaydiisa inay kamid tahay oo umum ku jiro fi 40 shaatan afarta neef oo ariya shaatum neef ahaato ku waajibe waxa laga faa'iidi lahaa duu lafdigaas asal caam ah la helo afarta kasto ariya hala quudiyo yaan la quudine asagu dhirta soo daaqo ha soofo in neef si kale ugu leeyahay laakiin waxa lagu qasisay bi mafhum al mukhalafa fi qawlihi مفهوم مخالفته في قولك سبحان الله عليه وسلم في القرم الصائمه
ارغا صوفن سكاتم اعطي ارغا صوفن سكل ولي محاق لاصن من في المخالفه وامحين ارغا ان صوفن سكل ومله ساسوي من في المخالفه اذ مفهوم مخالفته حديث كان مفهوم المخالفه ديس انه شان يلا سكاته وحس كما هن في المعلوفه مطلقوديو ولو كانت 40 شاطا افرتن بها اعطي الله سبحانه وتعالى اللهم صل على النبي محمد.